نؤكد التزامنا على خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية نهائياً. هذا الأمر يجب أن يصاحبه خروج القوى السياسية من المشاركة في مرحلة انتقالية استجابة لمطلب الثوار. العسكر للسكنات والأحزاب للانتخابات. وبهذه المناسبة نؤكد أمامكم وأمامكم التزامنا الشخصي والمؤسسي الصارم بالتحول الديمقراطي وحماية الفترة الانتقالية وفق ما اتفقنا عليه حتى قيام الانتخابات.